اهلا بيكم وحلقه جديده من كان 2023، اخبار وكواليس حول فعاليات كاس افريقيا في نسختها 34. مع قرب انتهاء الجوله الثانيه في البطوله، لماذا لم تحضر معظم المنتخبات العربيه الى الان في كاس الافريقيه؟ كيف تمكنت غانا وبوركينا فاسو ومالي من التغلب على الفوارق والخروج بنتائج ايجابيه امام مصر والجزائر وتونس منذ قليل؟ هل هناك عوامل مشتركة بين الثلاث منتخبات العربية وراء هذا الهبوط في المستوى؟ طيب لماذا المغرب تغرد وحدها؟ هذا السؤال سيجيب عليه نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد أبو العلا في حلقتنا النهاردة. ولو رحنا لماتشات بكرة هنلاقي أنه في ثلاث ماتشات في انتظارنا. أول مباراة هي يوم الأحد غدا، مواجهة بين منتخب المغرب أحد المنتخبات المرشحة للقب والمتوج باللقب مرة واحدة عام 76، هتلاعب منتخب الكونغو الديمقراطية اللي بيملك في رصيده ثلاث ألقاب. تاني الماتشات بين زامبيا المتوجة باللقب مرة واحدة في 2012 وتنزانيا الساعة 7 مساء، والماتش الثالث هيكون بين جنوب أفريقيا المتوجة باللقب مرة واحدة عام 96 أمام منتخب ناميبيا، واحد من المنتخبات اللي حققت نتائج كبيرة بفوزها المفاجئ في الجولة الأولى على تونس بهدف للاشيء. حلقتنا مليانة أخبار ولقاءات حصرية هنتابعها، وأكيد معنا في الجزء الأخير من الحلقة الأستاذ محمود شوقي المحلل الرياضة القاهرة الإخبارية، واللي هنتابع معاه أرقام وإحصائيات مهمة في كان 2023. في كان 2023 بينضم إلينا عبر زوم المدرب زوران مانولوفيتش، أحد المدربين اللي خاضوا تجارب قيادية لأندية أفريقية بالتحديد في مصر مع الاتحاد السكندري والوداد المغربي السابق. أهلا بيك معنا زوران في القاهرة الإخبارية. في البداية، كيف شاهدت لقاء الجزائر وبوركينا فاسو الصعب يعني منذ ساعات؟ كانت مباراة جيدة، 4 أهداف محرزة. بوركينا فاسو كانت مبادرة، ولكن الجزائر انتزعت نقطة مهمة للتأهل للدور القادم، دور 16. طيب زوران، في بداية هذه الحلقة سألنا سؤال عن لماذا لم تحضر بعض المنتخبات العربية، أو دعنا نقول معظم المنتخبات العربية، الجزائر تونس ومصر إلى هذه البطولة. نتحدث عن المستوى، لم تحضر بالمستوى اللائق، تعادلات في مباراتين لأكثر من منتخب وهزيمة للمنتخب التونسي. It's my opinion. في رأيي today, اليوم لم يكن هناك فرق كبير بين الفرق العربية والفرق الأفريقية الأخرى. النتائج ليست مفاجأة، لأن الفرق الأخرى أيضا تعمل بجد. هناك عديد اللاعبين الذين دربتهم في أنغولا، فريق جيد جدا أيضا في هذه البطولة. تعادلوا مع الجزائر واليوم فازوا أمام موريتانيا. الفرق الأخرى ليس هناك هذا الفرق الكبير بين الفرق العربية والفرق الأفريقية الأخرى. تمام. طيب وأنت تتابع البطولة منذ البداية حتى الآن، كيف تقيم المستوى؟ وهل ترى أن هناك مفاجآت ظهرت في هذه البطولة حتى الآن؟ نعم، كان هناك عديد المفاجآت.
خسرت تونس، تعادلت مصر مرتين، تعادلت الجزائر مرتين. ولكن البطولة بدأت بشكل جيد جدا. هناك 7 مباريات حتى المباراة النهائية. الأمر المهم هو التأهل للدور القادم. وبالنسبة لي الدور الأول هناك 8 فرق فقط ستخرج من البطولة و16 فريق سيتأهل للدور التالي. هناك فرصة كبيرة للوصول للأدوار القادمة. طيب دعنا نتحدث قليلا زوران عن صاحب الأرض والجمهور منتخب كوت ديفوار. كيف تقيم مستواه؟ يعني رغم أن كانت بعض يعني الآراء ترشحه أن يتصدر وأن يذهب بعيدا، هل أنت مع هذه الرؤية أم لك وجهة نظر أخرى؟ نعم أتفق مع هذا. And must be to go for the next stage. And for my opinion, في رأيي الشخصي بالطبع يمكنهم التأهل للدور التالي. And my opinion kept a good result in the future because he played at home. وهم يلعبون على أرضهم وسط جماهيرهم. And also it's normal habit. وفي ظروف الطبيعية. Because I see. In the Coast Island, كما أرى very difficult to play because الأمر صعب للعب في هذه الأجواء، في هذه الحرارة، رطوبة عالية جدا للاعبين. نعم نتحدث أيضا عن نيجيريا، الكاميرون. هذه الأسماء دائما ما تكون مرشحة لتبلي بلاء حسنا في هذه البطولة وأن تذهب بعيدا. نيجيريا تمكنت من الانتصار على كوت ديفوار وهي موجودة، وكذلك الكاميرون، ولكن الكاميرون ربما حتى الآن لم تظهر بالشكل المعهود. كيف تقيم هذين المنتخبين؟ نعم لكني أعتقد أنهم سيتأهلون للدور القادم. كاميرون لديها 3 نقاط. وبإمكانهم أيضا التأهل في أفضل ثوالث في المجموعات والتأهل للدور القادم في رأيي. وفي الدور التالي ستكون المنافسة محتدمة. نعم الكاميرون خسرت من السنغال حامل اللقب، هل كنت تتوقع هذه النتيجة؟ وحتى الآن السنغال تمضي بشكل واثق الخطى، العلامة الكاملة أو 6 نقاط من مباراتين. كيف تقيم السنغال؟ نعم السنغال in this moment في هذه اللحظة في أفريقيا، because the Morocco المرتبة الثانية في أفريقيا بعد المغرب في تصنيفات الفيفا. لديهم فريق جيد جدا، فريق على درجة عالية من الخبرة. وبالطبع فريق قوي جدا. أيضا الرأس الأخضر لديهم عديد اللاعبين الذين يلعبون في درجة ثانية في البرتغال، فالقائمة قوية. وأيضا المغرب لديهم قائمة قوية جدا من اللاعبين. إذن لا خوف على السنغال وكذلك المغرب. تحدثت الآن عن كاب فيردي أو الرأس الأخضر، القروش الزرق. هل هذا المنتخب فاجأك كما ذكرت؟ يعني كثير من نجومه يلعبون في الدوري الدرجة الثانية في البرتغال، هل تراه هو الحصان الأسود في هذه البطولة؟ yes.
Yes, yes, he goes sure. نعم. He goes for the second seed. أعتقد. Not easy game. And see, not easy game. أنهم بمثابة مفاجأة كبيرة في البطولة. وليس هناك أي مباراة سهلة في هذه البطولة. هناك فوارق بسيطة هي من تحدد نتائج المباريات. نعم. أشكرك شكرا جزيلا زوران مانولوفيتش، واحد من المدربين المخضرمين في الأندية الإفريقية. أشكرك شكرا جزيلا. في فرنسا، كاميرا القاهرة الإخبارية رصدت ردود فعل الجماهير الجزائرية بعد التعادل الصعب اللي حققه فريق المدرب جمال بالماضي في ماتش بوركينا فاسو، واللي بالنتيجة دي بتتمسك الجزائر بكل فرصها في التأهل للدور الثاني. الجماهير الجزائرية قالت أنه فريقها ما وصلش لحد دلوقتي لمستوى المعهود، وعبرت عن ثقتها في جمال بالماضي وفريقه. شعور جميل جدا، ما اللي قدر يكون نحوسوا على الربح ميم تعادل صعب. ان شاء الله التاهل الماتش الجاي ماتش جيد وتحيا الجزائر ان شاء الله. بول بروشان ماتش ان شاء الله عندنا 2 بوين ويزيروا رواحهم الحمد لله اللي قال يزيد في الدانيير مينوت، وان شاء الله يزيدوا يزيروا اللعب ونروحوا ان شاء الله بعيد ان شاء الله. فيفا رجلي محرز زي روحك تعالوا نشوف ردود فعل مدرب منتخب كاب فيردي بويستا، واحد من مفاجآت البطولة لحد دلوقتي. قال إيه عن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري القادمة في ختام دور المجموعات؟ هو فريق كبير ورائع، مدير فني ذا خبرة عالية. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، ولكن نحن هنا يجب أن نلعب هذه المباراة ونبذل قصارى جهدنا. هل رأيت التنظيم للمباريات؟ هل كان جيد اللعب أمام غانا في المباراة الأولى، ومن ثم موزمبيق، ومن ثم مصر في آخر مباراة؟ ترتيب المباريات هل كان جيد بالنسبة لك؟ اللعب أمام مصر في المباراة الأخيرة أمر صعب للغاية. نحن فزنا بالمباراة الأولى، هذا أمر جيد، ولكن نعلم أن الأمر صعب، لأن اللعب أمام مصر في المباراة الأخيرة تحدي صعب للغاية. ولكن في كرة القدم كل شيء ممكن، ونحن سعداء وفخورون باللعب أمام مصر في المباراة الأخيرة. يعني كاب فيردي الحقيقة دخل البطولة دي بشعار إن لم تمتلك تاريخ أو مجد تستند إليه فاصنع تاريخك بنفسك. ده الحقيقة اللي احنا شايفينه على الأقل من المستوى الأكثر من جيد لمنتخب كاب فيردي، اللي بالمناسبة دي رابع مشاركة ليه بس في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا. نروح للترانجا، أسود الترانجا مدرب السنغال أليو سيسي تم نقله إلى المستشفى في مدينة يامو سوكرو لأسباب غير معلنة بعد فوز فريقه بثلاث أهداف لهدف على الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية حسب ما ذكرت وسائل الإعلام. سيسي اللي قضى الليلة في المستشفى بعد ماتش الكاميرون زي ما ذكرت قناة كانال بلوس الفرنسية تولى تدريب منتخب بلاده منذ 2015، قادهم للفوز بكأس الأمم الأخيرة قبل عامين أمام المنتخب المصري بركلات الترجيح. كمان درب سيسي البالغ من العمر 47 عام تدريب الفريق في نهاية كأس العالم. أسود أطلس يتلألؤون كما فعلوا في كأس عالم قطر 2022. وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي خرج في المؤتمر الصحفي ليؤكد أنه نسي تماما نتيجة تنزانيا، وأنه تركيز كله على مباراة الكونغو والفوز بها.
ينسوا الماتش اللي داز. يجب أن ننسى الفوز بثلاثة أهداف على تنزانيا، لأننا نعلم أنها منافسة صعبة من الناحية الذهنية والبدنية. كل مباراة لها طبيعتها الخاصة. بالنسبة للكونغو، لعبوا بشكل جيد خارج أرضهم في تصفيات الكأس وأظهروا حافزا كبيرا. يجب ألا يكون وقت المباراة والطقس عذرا لنا في اللقاء. يجب أن نحافظ على تركيزنا لأننا نرغب في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. La dernière confrontation connaît l'élimination Coupe du Monde. Donc... في معسكر تاني الكونغو الديمقراطية قال المدرب سباستيان ديسابر إنه مباراة المغرب صعبة، وقال كمان إنه المغرب في صدارة المرشحين للتتويج باللقب مع السنغال حامل اللقب، لكن إحنا عندنا إصرار لتحقيق نتيجة إيجابية. محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المصري قال إنه تم اختار ليفربول الإنجليزي بتفاصيل الإصابة اللي تعرض لها محمد صلاح قائد المنتخب المصري، وقال أيضا إنه الجهاز الطبي بيحاول تجهيز صلاح للحاق بماتش دور الثمانية في حال تأهل منتخب مصر. اتحاد الكرة المصري أكد امبارح إنه صلاح هيغيب عن ماتش كاب فيردي وكمان ماتش دور 16 في حال تأهلت المنتخب المصري. أكيد بنتمنى الشفاء العاجل لصلاح، واحد من أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب روي فيتوريا، ويرجع للفريق إن شاء الله مرة تانية في حالة صحية وبدنية وذهنية بإذن الله تمكن المنتخب المصري أو تساعد المنتخب المصري إنه يتحرر من القيود ربما اللي هو فيها والأداء غير المرضي بالنسبة لكثير من الجماهير المصرية. دايماً الكرة الأفريقية بتكون منبع لمواهب كثيرة للكرة العالمية، وبالتحديد في القارة الأوروبية دائماً بتستقطب الجواهر من القارة السمراء، نجوم أكيد مثل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد قدوس نجم منتخب غانا، وويست هام الإنجليزي واحد من أهم الأوراق الرابحة لفريق ويست هام حالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز. هنروح دلوقتي نتابع تقرير بيرصد الظاهرة دي وبعدها نرجع لاستقبال الأستاذ محمود شوقي المحلل الرياضي للقاهرة الإخبارية. مدرب يتمنى فوز قائد فريقه ببطولة غير أوروبية، وآخر تمنى خروج منتخب نجمه من الدور الأول. هذا هو حال الكرة الإنجليزية متناقضاً ما بين مدرب توتنهام بوستيكوغلو ونظيره كلوب، قائد سفينة ليفربول، والعديد من المدربين الذين ينتقدون البطولة الأفريقية. بلا شك أن الكرة الأفريقية هي العامل الأكبر في تتويج الفرق الأوروبية بعديد من الألقاب على مستوى القارة العجوز، لكن فور بدء أمم أفريقيا تبدأ الأزمة بين الأندية الأوروبية والمنتخبات الأفريقية. الأزمة بطلها غياب اللاعبين المؤثرين مع فرقهم مثل محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد قدوس لاعب ويست هام يونايتد وآخرين في البريمير ليج، والعديد من اللاعبين أيضاً في الدوري الفرنسي الأكثر تأثراً بغياب نجوم أفريقيا أبرزهم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان. الخلاف بين الأندية الأوروبية ومنتخبات أفريقيا ألقى بظلاله على سوق انتقالات اللاعبين، حيث أصبحت الأندية تؤخذ بعين الاعتبار في التعاقد مع اللاعبين الأفارقة لأن كأس الأمم تلعب في مرحلة حساسة من الموسم. وفي محاولة لحل الخلاف تضمن بند في لائحة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ينظم العلاقة بين الأندية والمنتخبات لضم اللاعبين، وتجبر اللائحة الأندية على ترك لاعبيها الدوليين إذا تم استدعاؤهم من قبل اتحادات بلادهم، وأي اتفاق بين اللاعب والنادي على خلاف ذلك يعد محظوراً. كل هذه الخلافات وتمسك الأندية الأوروبية بلاعبيها الأفارقة يعكس أهمية القارة السمراء في إفراز المواهب التي تكون سبباً رئيسياً في التتويج بالألقاب. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم من جديد، ووصلنا لفقرتنا التحليليه والوقوف على بعض المحطات او المشاهد في بطوله كان 2023. ربما تراجع بعض المستويات للمنتخبات العربيه، هنحاول نفهم ايه الاسباب وراء ده، كواليس المنتخب المصري بالتحديد، اصابه محمد صلاح، بعض المعلومات اللي شفناها على السوشيال ميديا، محمد صلاح هو اللي قرر يخرج. عايزين نشوف الكواليس دي برضو ونتعرف عليها من خلال زميلي اللي منورنا ويعني محلل القاهرة الإخبارية محمود شوقي، دايما منورنا. أهلا بك يا محمود. أهلا بك يا محمد، سعيد بيك طبعا، وسعيد إن احنا بنطل عبر القاهرة الإخبارية في بطولة مهمة زي أمم أفريقيا. كلنا سعداء إن احنا بنشوف ربما بطولة أفريقية أصبح فيها تنافسية أكتر من المعتاد من النسخ اللي سابقة. ابتدينا نشوف ظهور منتخبات كانت ربما يعني مركونة على الرف، ابتدت ان هي تتلألأ وسط الكبار. خلينا نخش كده في اولى محاورنا، المنتخب المصري، الكواليس اللي عندك في البداية، لو نتكلم عن الجزئية اللي خرج من وراها جدل كبير، بعض الانتقادات اللي وجهت لمحمد صلاح، هل محمد صلاح هو اللي قرر يخرج في الماتش اللي فات امام غانا، ولا ايه الكواليس اللي ورا خروجه؟ هو اولا هل محمد صلاح هو المسؤول الاوحد على اللي حصل لمنتخب مصر؟ هنجاوب على ده، بس خلينا نتكلم في النقطه دي الاول. ما هو من الاجابه على السؤال ده يجي لك حجم الضغط اللي هو بيتعرض ليه، اللي ربما يكون ادى للاصابه، وربما هو كمان يكون سبب ان هو تحامل على نفسه بعض الوقت داخل الملعب وما خرجش من اول لحظه تعرض فيها للاصابه. اللي حصل انه تقريبا بعد الدقيقه 20 تعرض صلاح للاصابه، احد الكرات اللي هو كان بيحاول يفتح سبرنت بلغه الكوره عليها تعرض لشد في العضله الخلفيه، لكنه عبر يعني تحمل على نفسه. في حوار حصل ما بين صلاح والجهاز الطبي والجهاز الفني، دي حاجه ما اتشافتش في الايه في الكادر، بالكواليس المباراه طبعا. حصل حوار ما بين صلاح والجهاز الطبي والجهاز الفني والماتش شغال، هم خدوا بالهم ان هو عنده زكه شويه في الجاريه بتاعته بعد الاصابه اللي تعرض ليها دي. فتم بالاشاره، طبعا لغه الاشاره في الكوره معروفه، تبدل ولا لا؟ فقال لا مش هبدل، انا مستمر في الملعب. استمر صلاح في الملعب، ده كان تحامل كبير على نفسه. وظهر التحامل ده في الالتحامات، مفيش التحامات، مفيش سرعه في الاداء بشكل كبير، فبعض الناس او كثير من الناس شافت صلاح انه خارج الفورمه تمام، وانا منهم بالمناسبه، انه كنت شايف ان صلاح بعيد عن مستواه، لكن الإصابة أثرت بشكل كبير جدا. فيتوريا للحظة من اللحظات كان عاوز يستمر لصلاح في الملعب. يعني فيتوريا ما كانش رغبته الأولى لصلاح يخرج، لكن يبدو أن الإصابة كانت أقوى من كده، فصلاح قال لا خلاص أنا مش قادر أكمل. تمام. هنا كان طلع القرار طبعا أن يتم استبداله. طيب قبل ما نتكلم في نقاط أخرى حوالين آخر استعدادات أو وضعية المنتخب المصري، تعالى نروح سوا لمراسل القاهرة الإخبارية زميلي أحمد فاروق اللي بينضم إلينا من أبيجان للتعرف على آخر مستجدات اللي موجودة داخل معسكر المنتخب المصري. أحمد أهلا بيك، لو يعني دخلنا في الأجواء كواليس الأخيرة للمعسكر المنتخب المصري قبل المواجهة الحاسمة أمام كاب فيردي يوم الاثنين القادم. تحياتي زميلي محمد من هنا من أبيجان، الأجواء طيبة للغاية في معسكر منتخب مصر، اللاعبون خاضوا تدريباتهم بشكل طبيعي، ومحمد صلاح خاض بعض التدريبات العلاجية. طبعا جميعنا يعلم أنه أصيب في العضلة الخلفية ولن يلعب مباراتين مقبلتين إن شاء الله. طبعا مشوار منتخب مصر يكون أكثر من مباراتين في كأس الأمم الأفريقية. على الصعيد الفني فيتوريا يعني بنسبة كبيرة قد تكون هناك تغييرات لكنها محدودة في تشكيل المنتخب المصري. حسب ما وصلنا فيتوريا يفاضل بشأن مركزين، المركز الأول طبعا الجميع يعلم مركز محمد صلاح، وهناك ما زالت مفاضلة بين زيزو ومصطفى فتحي، لم يحسم فيتوريا أمره حتى الآن حسب ما وصلنا طبعا، لأن فيتوريا يعني اعتدنا في المباراتين الأخيرتين أنه يستقر على التشكيل النهائي في وقت متأخر جدا، يعني أحيانا في يوم المباراة يظل مترددا بشأن مركز أو يعني مركز على الأكثر. يعني المركز الثاني الذي توجد فيه بشأنه مفاضلة هو في خط الوسط، ربما يغيب محمد النني، ربما هذه ليست أنباء مؤكدة، لكن ربما يدخل مروان عطية على حساب محمد النني، لكن يعني هذه الأمور سنتأكد منها إن شاء الله خلال
اليومين المقبلين. طبعا أعلن المنتخب المصري أن محمد صلاح بصحبة روي فيتوريا المدير الفني ستواجد غدا في المؤتمر الصحفي، ويبدو أن محمد صلاح لديه ما يريد أن يقوله على غرار ما حدث في كأس الأمم الأفريقية السابقة في الكاميرون، عندما خرج بحديث موجها إلى الجماهير قبل مباراة كوديفوار الشهيرة في دور 16. يبدو أن محمد صلاح لديه ما يقوله للجماهير والإعلام غدا إن شاء الله في المؤتمر الصحفي، في انتظار أكيد مواجهة يعني رد فعل محمد صلاح في الدور الأول المؤتمر الصحفي. أحمد، خلينا نروح لأصداء تعادل الجزائر نتيجة مباراة تونس بعد تعادل يعني يعتبر برضو مخفق أو يعني إلى حد ما لجماهير المنتخب التونسي والجزائري. التعادلين محبطين بسبب نتائج الجولة الأولى وليس بسبب منافسي تونس والجزائر في الجولة الحالية. منتخب مالي منتخب قوي جدا وهو المرشح منذ بداية البطولة لتصدر المجموعة، وبالتالي على صعيد المباراة نفسها هناك حالة من شيء من الرضا، ليس رضا كامل لكن شيء من الرضا في معسكر المنتخب التونسي وفي محيط المنتخب التونسي من جماهير وإعلام، لأن كان هناك تخوف كبير جدا من خسارة تلك المباراة وتقلص أمال تونس بشكل كبير جدا في التأهل إلى دور 16. أيضا تمتع المنتخب المالي بدعم جماهيري غير طبيعي سواء في أرض الملعب في كوروجو أو حتى في كوديفوار بشكل عام، حتى هنا في أبيجان عندما شاهدنا المباراة كان يعني عدد كبير جدا من الجماهير المالية حولنا يتواجدون يعني بكثافة كبيرة جدا. نفس الأمر ونفس الأجواء في مباراة الجزائر في بوكيه طبعا مع بوركينا فاسو. منتخب بوركينا فاسو منتخب قوي ومتمرس في كأس الأمم الأفريقية في السنوات الأخيرة، وبالتالي بالتأكيد طبعا تعادل الجزائر مع أنجولا في الجولة الأولى يعني وضع المنتخب الجزائري تحت ضغط، لكن برضو يعني هناك حالة شيء من الرضا بسبب سيناريو المباراة والتعادل في اللحظات الأخيرة. سيناريو المباراة والتعادل في الوقت القاتل هو ما تسبب فيه شيء من الرضا في محيط المنتخب الجزائري. أيضا منتخب بوركينا فاسو تمتع بدعم غير طبيعي، الجالية البوركينية هنا في أبيجان من أكبر الجاليات، يعني في ارتباط وثيق جدا ما بين كوديفوار وبوركينا فاسو، ويكفي أن أقول لك أن عدد من نجوم بوركينا فاسو مولودين أصلا في كوديفوار، منهم بلاتي توري لاعب بيراميدز مولود في مدينة بواكيل الإيفوارية التي يلعب بها بالمصادفة منتخب بلاده، فكان هناك دعم كبير جدا، وهذا الدعم وهذا الضغط الذي عاشه منتخب تونس والجزائر هو ما تسبب في حالة شيء من الرضا بعد التعادل في المباراتين. أشكرك زميلي أحمد فاروق مراسلنا من كوت ديفوار، ودائما متابعة وتغطية مستمرة طوال بطولة كان 2023. بشكرك شكرا جزيلا يا أحمد. نبدأ بكواليس، يعني محمد صلاح هيبقى موجود في المؤتمر الصحفي بجوار روي فيتوريا، يبدو أنه في كلام كتير محمد صلاح عايز يقوله للجمهور. اعتاد محمد صلاح على كده أنه هو يوجه بعض الرسائل في توتات معينة. يبدو أن الضغوط كبيرة على محمد صلاح في الفترة الأخيرة، الانتقادات اللي بتجيله من داخل مصر وبعض الجماهير بصراحة محمد في عنف كتير فيها، في مبالغة في الانتقاد بشكل واضح. من حق الجمهور أنه هو يزعل من محمد صلاح أو يزعل من أداء منتخب مصر، لكن القسوة في الانتقاد هتبقى مضرة بشكل كبير جدا لمنتخبنا الوطني اللي أمامه مباراة مصيرية أمام الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. أعتقد أن أهم رسالة ممكن صلاح يوجهها بكرة هو أنه لم يقصر مع منتخب مصر. إذا كان البعض بيتهمه بالتقصير فهو أكيد هيدافع عن نفسه من بعدم التقصير، وأكيد هيطالب الناس بالوقوف خلف منتخب مصر أكتر من كده، وأكيد هيدعم زمانه بشكل كبير اللي هيكونوا موجودين في المباراة. بالمناسبة صلاح طلب المشاركة في المباراة القادمة رغم الإصابة، وقال إن هو اليومين الجايين يعمل استشفاء للحالة الطبية بتاعته أو لحالة الإصابة اللي عنده ويخوض المباراة القادمة، لكن الجهاز الطبي كان رافض بشكل قاطع جدا أي محاولة من صلاح، لأن الإصابة دي بالذات اللي هو الشد في العضلة الخلفية لو دوست عليه بشكل كبير بلغة الكورة ممكن يكون مضر على المستوى البعيد. دايما اللعيب اللي بيحب بلده بيبقى بيحاول إن هو يدي أقصى ما عنده بغض النظر لو بيشتكي من آلام، ولكن هنا في أكيد تنسيق بيحصل ما بين جهاز الطب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي. أعتقد كلوب كان يعني على تواصل تام للوقوف على يعني وضعية محمد صلاح. قبل كده في بطولات سابقة كان حصل التواصل ده بين ليفربول والمنتخب المصري، ده تواصل طول الوقت موجود. كلوب نفسه يعني هو يتمنى لصلاح يرجع له بأسرع وقت ممكن، وده طبعا كان تصريح قبل البطولة، كان تصريح غريب جدا من يورجن كلوب.
لكن في العموم انا كمحمود غير راضي عن اداء محمد صلاح ومنتخب مصر، لكن ده ما يسمحليش ابدا ان اتهم محمد صلاح بقله الوطنيه وقله الانتماء لمنتخب مصر. ده في قسوه كبيره جدا عليه. منتخب صلاح يغيب عن منتخب مصر في المباراه القادمه، لكن عندنا عناصر طيبه كتيره قادره انها تعوض هذا الغياب، وده يؤكد لك برضو بشكل واضح ان السكواد بتاع منتخب مصر ده قلناه قبل كده يضم عدد كبير من العناصر المميزه في كل الخطوط تقريبا. صلاح نفسه اكد ده في اكتر من مره واكتر من مناسبه، ان الجيل الحالي لمنتخب مصر جيل يستحق الصعود لمنصه التتويج في امم افريقيا. اتحرمنا من اللقب مرتين اثنين في وجود محمد صلاح، المره دي ان شاء الله نقدر نستطيع تغلب على الراس الاخضر، مواصله المشوار بنجاح، وبالتالي الوصول لابعد نقطه، وابعد نقطه بالنسبه لنا احنا كمصريين هي المباراه النهائيه. صلاح هيكون دوره معنوي الى درجه كبيره جدا، وليه لا؟ واللي حصل امبارح من ضمن برضه الكواليس اللي حد انت بتحب تسمعها، انه الكل ملتف حوالين صلاح. بعد الاصابه كل اللعيبه تقريبا راحت له غرفته بشكل متكرر، الناس كلها زعلانه ان هو يغيب على المباراه، وده خلاف النخمه اللي دايره في بعض الاوساط انه صلاح لما خرج فتحرر منتخب مصر. ماشي، ممكن يكون متحرر من الناحيه الفنيه، لكن علاقه صلاح بزماله علاقه متميزه للغايه، وده ظهر من حزن اللعيبه على اصابه صلاح. كل الناس لما تكون حريصه على تطيب خاطره او الوقوف بجواره في هذه بعد هذه الاصابه، ده يؤكد لك على العلاقه ده الطيب. حتى لعيبه كاب فيردي اللي الخصم المباشر اللي هيلاعب هم نفسهم زعلوا وحزنوا يعني على انه محمد صلاح النجم الكبير نجم العالم وليفربول مش هيبقى موجود. ده كان بالنسبه لهم فرصه للاحتكاك واللعب امام ايقونه افريقيه واسطوره اصبحت الان طبعًا في تاريخ الكره الافريقيه. صلاح مش مجرد لاعب كره في الوقت الراهن، هو اسطوره ورمز كبير جدا جدا في القاره مش في مصر بس، واحد من اهم نجوم العالم. كل المنافسين يحبوا يبدلوا القمصان معاه، مثلا التقاط بعض الصور التذكاريه معاه، بيديك قيمه داخل القاره بشكل كبير جدا. في المباراه كمان على المستوى الفني يا استاذ محمد، ودي نقطه غايه في الاهميه، انه وجود صلاح بيجبر اي مدير فني لاي فريق منافس انه يحترم الفريق بشكل اكبر. وجود صلاح يجبر عدد من اللعيبه ان هم يركزوا معاه في الملعب بشكل اكبر. اعتقد ان الناس لو مش شايفه ده يبقى عندهم قصور في الرؤيه. طيب خلينا نتكلم عن المباراه القادمه، لانه الحديث بيدور الان من الانسب ليحل محل محمد صلاح. مباراه مهمه، المنتخب المصري لابد ان ينتصر ليعزز ويعني يضمن الصعود، وان هو يصالح الجمهور اللي صحيح. يعني التعادل بالنسبه له حتى لو كان امام غانا، واحده من المنتخبات برضو اللي ليها تاريخ، هو دايما طمعان في اكتر من كده. مظبوط، زي ما قلت اذا كان صلاح يغيب عن مصر في مباراه الراس الاخضر فالبدائل موجوده، وده يؤكد لك انه مين الانسب يا محمود من وجهه نظري كبدايه يبدا الماتش؟ لو تفتكر ان احنا اخر لقاء مع بعض احنا كنا توقعنا التشكيل بشكل كبير، وتوقعنا او قلنا التشكيل الامثل وجهه نظرنا اللي ما لعبش بيه فيتوري. لكن اعتقد انه لو فيتوري اراد انه يتخطى الراس الاخضر مبكرا في هذه المباراه العصيبه من وجهه نظري، هيكون محتاج لزيزو في مركز صلاح. ليه زيزو؟ ليه بالذات زيزو؟ لان زيزو هو الوحيد او اللعيبه القادره انه يعمل عرضيات كتير لراس الحربة الاساسي، واحد من اهم اللعيبه في مركز راس الحربة في البطوله مصطفى محمد. لاعب نانت الفرنسي، عنده القدره على ضربات الراس بشكل كبير جدا. هذه القدره احنا بنفقدها لما ما حدش بيلعب له العرضيات المناسبه. انت بتؤيد بشكل كبير انه زيزو هو اللي يكون موجود اساسي في المباراه القادمه، واعتقد ناس كتيره توافقك الراي ده، وده لا يقلل ابدا من يعني امكانيات مصطفى فتحي بالزبط. او اي كمان لاعب تاني بالزبط. الكل بيلعب على قلب رجل واحد، لكن زيزو لو لعب في مركزه ده هيكون مفيد، هنقدر ان احنا ناخد احلى ما في زيزو في المباراه القادمه. بالنسبه لخط النص دايما ده كان بيثار حواليه اسئله كتيره، جاهزيه النني، هل ان احنا ندي المجال ل عناصر موجوده في التشكيله، انت شايف برضو ايه في انك تحل لغز خط النص؟ شوف، فيتوريا لازم يحب نفسه اكتر من اي لاعب تاني. فيتوريا في موقف صعب جدا جدا فنيا. تقصد ايه بقى ان هو لازم يحب نفسه اكتر من اي لاعب تاني؟ انه يختار التشكيل الامثل
اللي بيه يقدر يتخطى ماتش زي ده واللي يقدر يوصل بيه لابعد نقطه. اعتقد ان النني بعيد عن مستواه من شهور طويله، ده ما قللش منه كلاعب كبير بالمناسبه، لاعب خد تجربه كبيره في انجلترا، لاعب على المستوى الشخصي والسلوكي ممتاز، لاعب كمان بالنسبه لعلاقته بزمايله علاقه متميزه، لكن ده ما يشفعلوش ابدا في الوجود اساسيا في تشكيل منتخب مصر. البديل، البدائل كتير، اهمها واحد من اهم لاعيبه الوسط اللي كانوا بينافسوا على انه يكونوا ابرز اللعيبه في افريقيا خلال الفتره الاخيره مع الانديه، اللي هو مروان عطيه لاعب الاهلي. لو لعب في مركزه بوسط الملعب هيكون مفيد جدا على المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي، بجوار حمدي فتحي واحد من اصحاب الجهد الكبير الوفير داخل الملعب، وامام عاشور. ثلاثه، تواجده في وسط الملعب يديك ضمانه كبيره جدا على المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي. لكن الاهم من ثلاثي الخط الوسط ده اللي هو كمان اللي هيرد على عرضيات زيزو لمصطفى محمد هو وجود فتوح. من المهم جدا ان فيتوريا يستعين بفتوح في مركز الظهير الايسر بديل لمحمد حمدي اللي عنده كثير من القصور في الناحيه الهجوميه. اتمنى طبعا انه يعني التشكيله دي او العناصر اللي يتم توظيفها في المنتخب تصنع الفارق ونشوف منتخب مصر على حق بقى ان شاء الله في المباراه القادمه. تعال نروح لمباراه النهارده كمان، منتخبات عربيه يعني ربما برضو لم تظهر بالشكل المعهود. منتخب الجزائر امام بوركينا فاسو يتعادل في الدقائق الاخيره من المباراه بهدفين لمثلهما، وكذلك تونس برضو يعني لغز التعادلات ده مصاحبنا يظهر مصر والجزائر وتونس. نتكلم عن مباراه الجزائر، لغز كبير جدا ويؤكد لك ان الكره العربيه فيها مشكله. زمان ومش زمان قوي كمان كانت المنتخبات الافريقيه غرب وشرق القاره وجنوب القاره كانوا بيعملوا الف حساب لفرق شمال افريقيا. يبدو ان المعادله اتغيرت كتير يعني، واخر حلقه كنا مع بعض قلنا برضو ان الخريطه تتغير بشكل واضح في افريقيا. الايام اثبتت ده، عدد من المنتخبات الصغيرة أصبحت كبيرة. بالمناسبة منتخب موريتانيا ومنتخب عربي أيضا صحيح بيخسر لكن بيقدم كرة جميلة. منتخب الجزائر بيعاني معاناة شديدة جدا رغم أنه كان من أهم المرشحين. لماذا يعاني المنتخب الجزائري يا محمود؟ السبب الأولاني قوة المنافس. المنافس ما بقاش بالضعف في السابق، ده رقم واحد. رقم اتنين، التوليفة اللي بيعملها المدرب. منتخب الجزائري عنده دفوهات في قائمته بشكل كبير جدا، عنده خط هجوم جيد في ظل وجود بغداد بنجاح واحد من المهاجمين اصحاب الخطوره كبيره امام المرمى، لكن عنده مشاكل ثانيه في بقيه الخطوط، عنده في خط الوسط مشاكل كبيره جدا وضحت النهارده بشكل كبير جدا. حتى الهجوم كل الصحافه الجزائريه بتهاجم الفريق بسبب عدم القدره على امتلاك وسط الملعب. احنا معانا التشكيله وانت بتعلق، دي التشكيله الاساسيه اللي بيلعب بيها جمال بالماضي يعني، التشكيله الاساسيه واللي دايما بتنصفه يعني؟ لا مش دايما، مش دايما، مش دايما، لانه في انتقادات كتيره جدا لجمال بالماضي في الاعتماد بشكل واضح واساسي وباصرار غريب على رياض محرز رغم ان هو النجم الكبير، لكن رياض مستواه بيتراجع بعض الشيء، وبالتالي منذ طبعا انتقاله للدوري السعودي المستوى مختلف شويه عن انجلترا عن الدوري السعودي بلا شك. فالهبوط في هذا المستوى انعكس على اداء رياض محرز مع المنتخب، كان يخلي جمال بالماضي ان هو يستبدله مثلا في وقت من الاوقات. الهجوم كله جاي على فكره تمسك جمال بالماضي برياض محرز وبعض اللعيبه زي يوسف وسفيان وغيره. وسط الملعب في الجزائر مشكله كبيره جدا بتواجه الفريق، اعتقد انه بيدفع ثمنها بشكل واضح. هل كان في بدائل اخرى؟ ايوه كان في بدائل اخرى، وتعرض جمال بالماضي لانتقادات كبيره لتجاهله لبعض اللعيبه ومحترفه في اوروبا برضه، لكن منتخب الجزائري لسه الامل موجود. منتخب التونسي برضه كذلك نفس الفكره، لكن لو انت سالتني بشكل عام اذا كانت المنتخبات العربيه بتعاني بهذا الشكل فالقاعده ثابته بالنسبه لهم، ايوه القاعده ثابته لانه المنافس اتغير. تونس النهارده بتعاني معاناه كبيره جدا امام منتخب مالي. قبل كده كانت معاناه امام منتخب ناميبيا اللي تونس اهدت ناميبيا فوز تاريخي بالنسبه لهم. النهارده واضح جدا ان في عجز داخل المنتخب التونسي، ربما كبر السن برضه مأثر كتير على منتخب تونس، ودي احد اهم الاسباب
الفنية اللي تسببت في تراجع منتخب تونس خلال هذه البطولة. أنا كنت عايز أسألك، يعني إحنا واضح إن في عوامل مشتركة ما بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر ومنتخب تونس، على الأقل على مستوى النتائج التعادلات. صحيح. هي عامل مشترك ما بين الثلاث منتخبات دول، أسباب يعني أو إيه هي العوامل المشتركة من وجهة نظرك؟ أعتقد العوامل المشتركة المدير الفني. كل مدير فني في الثلاث منتخبات الكبيرة دي ارتكب أخطاء فادحة في المباريات الأخيرة. فيتوريا مع منتخب مصر كان له أخطاء غير طبيعية في الماتشين، وربما استجاب لبعض النصايح في آخر ماتش أمام غانا في بعض التغييرات البسيطة، لكن في المستوى العام له أخطاء فادحة. جبل بن ماضي له أخطاء بالجملة، وبالتالي مثل هذه الأخطاء بتقلل جدا جدا من قدرة أي فريق. جلال قدري. طيب يعني قبل الحديث عن المنتخبات اللي قابلت بلاء حسن، لأنه إحنا عندنا منتخب المغرب بيغرد وحيدا، يعني هو المنتخب العربي اللي عامل الفرق واللي ظاهر بشكل يعني مثالي. المنتخب زي ما علقنا على منتخب الجزائر، أنت إيه اللي مش عاجبك أو إيه الملاحظات اللي عندك هنا؟ زي ما قلت لك التوليفه نفسها قبل البطوله كان في توقعات بالمناسبه ان ده يحصل مع منتخب تونس. يعني اخفاق منتخب تونس في هذه البطوله حتى هذه اللحظه ده مش امر مفاجئ. هل عدم اقحام او البدء بعلي معلول اثر في اداء؟ لانه كان واحد من الاجنحه اللي دايما بنشوف لها العرضيات المستمره في المباراه الاولانيه. بالظبط. وهو عرضيه من عرضياته كانت سبب من اسباب الظهور على الاقل، انك انت بتوصل قادر توصل. يعني ما فيش شك ان علي معلول واحد من اهم النجوم في منتخب تونس، لكن استبدال علي معلول او عدم وجوده النهارده كان بسبب الخوف من الجانب الدفاعي. علي معلول عنده بعض القصور في الجانب الدفاعي في ظل قوه المنافس كمان. منتخب مالي منتخب عنيف على المستوى الكروي في التدخلات وفي الضغط على الخصم، ده اللي خلى جلال قدري ان هو ما كانش ينفع يستبدل علي معلول بانيس بن سليمان، ان انت خلاص حرره من الجانب الدفاعي طالما كبر في السن، بس ما تحرمش منتخب بلادك. بالزبط. من واحد من افضل يعني ممرر الكره. بالزبط. او رافع الكره والضربات الحره والبنالتيات كان ممكن تستفيد من علي معلول بشكل مختلف في الفاولات على منطقه الجزاء، وده كان هيكون مفيد بالنسبه له. عشان كده بقول لك انه في اخطاء القاعدة بقى المشتركة، ان في اخطاء كبيرة جدا من جلال قدري وبالماضي وفيتوريا تسببت في تراجع مستوى منتخبات مصر والجزائر وتونس. طيب اللي مبيضين وشنا المنتخب المغربي، اسود الاطلس ما زالوا يزأرون كما فعلوا في قطر 2022، وانت كنت شاهد على ده وكنت شايف المستوى المرعب يعني المبهر للمنتخب المغربي. اعتقد في اتساق في المستوى وقدر ان هو ينقل الحاله دي لبطوله تانية جماعيه، بطوله كاس افريقيا. النتائج اعتقد يعني واضحه، فوز في المباراه الاولى. اي نعم لسه في مباراه تانية، بس انت شايف انه المستوى اللي مؤدي بيه المغرب انت راضي عنه بشكل كبير؟ ليك بعض الملاحظات. مباراه واحده مش مقياس، لكن ربما يكون البوادر واضحه انه منتخب المغرب محافظ على القوام بتاعه. السن مش كبير جدا، فده مخلي برضو انه في حيويه داخل الملعب بشكل واضح. مدير فني ذكي جدا وليد الركراك، ربما يكون اذكى المدربين الاربعه لو انت بتتكلم على المنتخبات العربيه. يعني فيتوريا واذكى من فيتوريا كتير، كمان في تصريحاته شديد الذكاء، اذكى من جمال بن ماضي واذكى من جلال قدري. اعتقد انه الركراكي عامل مؤثر جدا في المنتخب المغربي، عامل حاله مختلفه داخل المنتخب المغربي. كمان من النوع اللي يعني ما بيحطش تأليف كتير في التشكيل. تشكيل المنتخب المغربي يبدو واضح لحد كبير جدا في كل المباريات. تدخلاته في التبديلات بتبقى مؤثرة في أحيان كتيرة جدا، وده بيديك مؤشر لقدرة المدرب. المدرب مش مجرد شخص أو فرد قاعد على دكة البدلاء، المدرب قدرة على قراءة المباراة، وده بيعمله الركراكي بشكل كبير جدا. مش عاوزين نغير كلامنا لو حصل اي اخفاق في المباراه القادمه، لكن نتمنى طبعا للمنتخب المغربي التوفيق امام ماتش قوي مع الكونغو وبكره. وعلى فكره الماتش ده احنا هنهتم بيه جدا جدا جدا، لان احنا خلاص منتخب الراس الاخضر تصدر المجموعه رسميا، وبالتالي احنا قدامنا فرصه للصعود كثاني المجموعه.
طيب ايه اللي يميز لو واجهنا بس عشان نكمل النقطه دي، لو واجهنا ثاني المجموعه لو بقينا ثاني المجموعه خلاص ان شاء الله بالفوز على كاب فيردي، هنواجه ثاني المجموعه السته اللي هي فيها المغرب زامبيا الكونغو تنزانيا. دي طبعا سيناريوهات يعني لم تحسن بعد، بس هو طبعا وارد ان انت هتقابل يا اما المغرب او باقي المنتخبات اللي لا مش يعني بنسبه كبيره هنقابل كونغو او زامبيا. فماتش بكره هيكون مهم بالنسبه لنا كمان انك انت تبقى طبعاً متابعه. المنتخب المغربي انت ذكرت انه العناصر الشابه، مدير فني يعني متمكن عنده ثقه في نفسه وثقه في اللعيبه بتاعته، قادر ان هو يخلق الحاله الجماعيه والدوافع وتطبيق الجمل وتطبيق الفكر في الملعب والتغييرات اللي جايه في مواعيدها او في توقيتها المناسب، التاثير داخل الملعب وقراءه مجريات المباراه يعني على مراحل، وده اعتقد شيء مهم جدا. المنتخب المغربي هو واحد من المرشحين باللقب، ده مش طبعا مش كلامي، ده كلام محللي الكرة بشكل عام، الى جانب المنتخب السنغالي نظرا لانه السنغال حامل اللقب والمغرب له ما له من امكانيات واداء. المنتخب المغربي انت شايف الى جانب اللي احنا ذكرناه ايه اللي بيميزه على مستوى اللعيبه اللي موجوده في الملعب؟ شوف لو ذكرت المرشحين هيكون المغرب طبعا زي ما انت قلت والسنغال، وما زلت مصر المنتخب مصر قادر على مواصله المشوار بشكل كبير جدا في هذه البطوله لو صعدنا باذن الله يوم الاثنين القادم. لكن المنتخب المغربي اهم ما فيه زي ما قلت لك انه طبعا معظم اللعيبه محترفه في اوروبا، اهم ما فيه هو الدوافع اللي احنا اتكلمنا عنها، الحصول على المركز الرابع في كأس العالم البطولة الأهم والأكبر في العالم لم يأتي من فراغ. طبعا كان بدراسة وتخطيط. الكرة المغربية بتمر مرحلة مهمة جدا، في راجل لابد أن تذكره في هذه المرحلة، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، واحد من أهم العناصر في الكرة الإفريقية. بالمناسبة فوزي لقجع تسبب في إقالة مدرب تنزانيا. ليه؟ لأن مدرب تنزانيا طلع انتقد الاتحاد الإفريقي واتهمه بمجاملة المغرب طول الوقت وأنه المغرب تتحكم في الكرة الإفريقية، رغم أنه هو عنده كثير من الصدق في الكلام، بس ده على فكرة مش نقطة سلبية بالنسبة للمغرب. ده بيؤكد لك أنه فوزي لقجع كان عنده قدرة على إدارة الملف، حامي حمى المنظومة الكروية للمنتخب المغربي، وهو اللي راهن على فكرة على الركراكي والعناصر الموجودة حاليا. ما دي بتبقى أكيد رؤية تحسب للقائمين على الاتحاد المغربي لكرة القدم. بمناسبة الشكاوى اللي بترفع من الاتحادات، الجزائر النهاردة قدمت شكوى، لو عندك بعض المعلومات أو الكواليس اللي حواليها. طبعا الجزائر كانت في صدمة من التعادل، كان بيمان النفس طبعا أنه يكون في فوز يعني يخلي يقرب الفرصة في الصعود 2-2 قدام بوركينا، رغم أن أنا شايف النتيجة جيدة في ظل قوة منتخب بوركينا، إلا هيكون على فكرة مزعج بالنسبة لنا في تصفيات كأس العالم القادمة. لكن التعادل ده أزعج المنتخب الجزائري، الاتحاد الجزائري انزعج جدا من أداء الحكم النهاردة واعترض بشكل واضح على أنه كان في ضربة جزاء للمنتخب المغربي المنتخب الجزائري ما تمش، يعني هو خاص بأمور تحكيمية أثناء المباراة، مثل هذه الأمور الاتحاد الأفريقي ما بيبصوهاش، لا يلقي لها بالا أو اهتماما بالظبط بنفس حجم قدر الشاكي يعني. طيب في ختام كلامنا، المنتخب السنغالي لابد الحديث عليه، واحد من أهم المنتخبات مش في أفريقيا بس، في العالم كله، لأنه بيضم عناصر مميزة اللي احنا نفس الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها في بداية الحلقة، العناصر هي اللي بتصنع لك الفارق في النهايه. ساديو ماني بيقدم مباراه قويه جدا الماتش اللي فات، اعتقد ان هو عنده رغبه في استكمال المشوار بشكل مختلف، واحد من اهم النجوم طبعا. ناس كتير كانت معتقده ان ساديو ماني هيخوض البطوله برفاهيه زائده ومش هيكون مهتم بالتفاصيل ومش هيكون عنده الحماس، لكن الواضح ان هو عنده الحماس. عنده لامين كامارا، واحد من اهم المواهب في القاره، 20 سنه تقريبا، محترف في فرنسا، اسماعيل يسار وغيره، التوليفه نفسها توليفه فيها مواهب. ويمكن اللافت للنظر يا محمود انه منتخب السنغال مش هو ساديو ماني بس، والاداء والنتائج والاهداف وصناعه الاهداف هي جايه تقريبا اغلبها بالزبط من اللعيبه الثانيه، يعني ساديو ماني هو يمكن بس احرز هدف واحد خلال البطوله حتى الان، وده يمكن يحسب لايو سي سي ان هو مش بيعتمد بس على ساديو ماني، ويمكن ده يختلف عن النسخه الماضيه في 2021 نظرا لضيق الوقت للاسف يا محمود، نوصل لنهايه حلقتنا، ولكن يظل الحديث مستمر وحظوظ منتخباتنا العربية إن هي
تنتفض بقى أعتقد في الماتشات القادمة، أكون أو لا أكون، هو يمكن شعار أغلب المنتخبات العربية، وأكيد هذه الرغبة ستصطدم بيعني قوة إفريقية في الملاعب وفي المباريات القادمة. ويبقى الحديث مستمر. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا محمد شوقي محلل الكرة الإخبارية، دايما ضيف عزيز ودايما منورنا. شكرا جزيلا. إذن الشعار هو أكون أو لا أكون في المباريات القادمة لكثير من منتخباتنا العربية. هل منتخبات تونس ومصر والجزائر ستنتفض في الفرصة الأخيرة لإثبات الذات في كان 2023؟ متابعين مع حضراتكم وأكيد بصوت أطلس. مباراتهم بكرة هي أيضا شعار للاستمرار والأداء بشكل مماثل لأسود أطلس المنتخب المغربي. نتابعكم في فقراتنا وحلقاتنا القادمة يوميا من 12:00 صباحا بتوقيت القاهرة. شكرا لكم على طيب المتابعة في كان 2023. لكم مني كل التحية ودمتم في أمان الله.